أغلبنا يشوفون الرياضيات على أنها مادة ما لها فايدة، والكثيرين يشوفونها أصعب مادة بعد، وذلك للأسف بسبب سوء التأسيس. الرياضيات تعريفها أنها علم الدراسة المنطقية لكم الأشياء وكيفية ترابطها. أدري الكلام ما له معنى، ذكرني بالسؤال اللي يقول تعرف إيه عن المنطق اللي جاء في مسرحية مدرسة المشاغبين. خلوني أحاول أبسطها. في الماضي كانوا يقولون أن الرياضيات هي علم الكم، يعني علم الأرقام والعمليات الحسابية عليها. بس لحظة، ترى هذا جزء واحد من الرياضيات، وحالياً هالجزء الكل مستغني عنه باستخدام الآلة الحاسبة. حتى أنا مع أن عندي بكالوريوس وماجستير في الرياضيات، لا تسألوني سؤال في جدول الضرب، لأن الإجابة راح تكون مدفونة في الأرشيف. رياضيات فروع كثيرة، ممكن نبدع في جزء منها ونجيب العيد في أجزاء ثانية. إذا الحساب أساسها، راح يتفرع منها الجبر، الهندسة، الإحصاء وغيرها الكثير. لو أزيدكم من الشعر بيت، ترى كل جزء من هالأجزاء راح تتفرع منها أجزاء ثانية بعد. ونعذر بعضنا كارهينها. بالنسبة لي أنا أحب الرياضيات، وراح أحاول في هالقناة أخليكم تحبونها أنتوا بعد، لأن برأيي إحنا ما راح نقدر نعيش من غير الرياضيات. من بداية الحضارات كان فيه كلمات تمثل الأرقام 1، 2، 3. فكروا بالكون، إحنا مؤمنين إن كل هالكون أنوجد من العدم. كيف نشوف كل هذا ونقتنع إننا أنوجد من العدم أو الولا شيء؟ لأننا مقتنعين أن الصفر اللي يمثل ولا شيء بالنسبة للأرقام أنوجد منه الواحد والسالب واحد. من الولا شيء أنوجد الاثنين والسالب اثنين، الثلاثة والسالب ثلاثة. كل الأرقام وعكسها أنوجدت من الصفر. طالما في إنسان راح يكون في رياضيات. تقبلوا هالفكرة ولا تقومون إنها جزء من حياتنا. أخيراً إجابة السؤال اللي جابكم الفيديو، وش رياضيات؟ رياضيات بحر أكبر من إني أشرح بفيديو بدقيقتين ثلاث أو حتى 10، لكني بحاول أساعدكم تبحرون معاي في هالبحر من خلال فيديوهات ترفيهية وتعليمية. راح نتعلم الرياضيات، وإن شاء الله راح نتعلمها بدون ما نغرق. أشوفكم في الفيديو الجاي. تذكروا تسوون سبسكرايب للقناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة، لايك وشير للفيديو، وإذا عندكم أي سؤال حطوه بالكومنتس. Until then, keep calm and love math. سلام.